يعني أنصح وليس أقترح، أنصح السيد رئيس الوزراء والبرلمان بأن يؤجل هذه الانتخابات، لأنها فعلا حجم الفساد فيها لا يطاق. الشلبي يعني أكو قصة ملفتة للنظر، يعني الآن أكو قصة قضية إعادة واستنساخ واشترار مسؤولين فاسدين، منهم من كانوا محافظين فاشلين في دورات سابقة، ومنهم من كانوا أعضاء مجلس نواب، ومنهم من كانوا نواب أخذوا دورهم ولم ينجحوا، لكن قواهم السياسية مصرة على أن تعيد إنتاجهم مرة أخرى. هذا هل لأنه هذه القوى أو الأحزاب لا تمتلك جمهور أكثر من هذا وتراهن على حصان خاسر، أم هي عملية تحدي وكأنه القصة محسومة؟ هذا الموضوع أستاذ نجم، أشكرك على هذا السؤال، يعني فعلا في صميم الموضوع. نعم، هناك مسألتين، مسألة المال السياسي، وجنابك تعرف مدى تأثيره في شراء الذمم. أنا هون ما أقدر أحكي على المواطن، لأنه هو بعد هو وضميره المواطن، يعني إذا هو يبيع ذمته مقابل حفنة من الدولارات أو الدنانير، هاي مشكلته بعد، ما تقدر أنت تأثر عليه أكثر من ذلك إلا إذا نصل إلى ثقافة عامة وثقافة سياسية ومستوى عالي من الثقافة الديمقراطية. وأنت تعرف الديمقراطية ليست انتخابات فقط. والمسألة الثانية المهمة هي عزوف المواطنين، هون تكمن المشكلة. يعني أنت تعرف هناك جمهور الأحزاب، جمهور الأحزاب يعني في حساباتنا احنا نتيجة خبرتنا لا يتجاوز 20% في أحسن حالاته، هذا لحد سنة 2021 انتخاب، خلي يقول لي 21 انتخابات 21. وأنا بس أريد أعلق تعليق بسيط على ما تحدث فيه الأستاذ عماد. 1500 مراقب دولي، وانت شفت دور بلاسخار في انتخابات 21، كان تدخل فظيع أصلا، وليس كان مو إشراف، وإنما كأنه تنفيذي، دور تنفيذي وليس إشرافي، ومع كل ذلك حصلت الفساد اللي تعرف انت، صارت مظاهرات عليه وغلقت المنطقة الخضراء لفترة طويلة لحين أن تمت التسوية السياسية. الآن جمهور الأحزاب نتيجة تضخم حجم الفساد، الآن ترى بهذه السنة حجم الفساد أصبح لا يطاق. يعني إحنا مثلا إذا نتحدث في محافظة نينوى، هناك كتل سياسية عندها لجان اقتصادية صار لأكثر من 3-4 سنوات تنهب في المال العام. أي. وباعتراف السيد المحافظ الأستاذ نجم، أنا أكل كل الاحترام والتقدير، لأنه حكى بصراحة عندما قال هناك نسبة تدفع للمشاريع ومشاريع تنمية الأقاليم، وحددها من يمكن من بعضها 10 وبعضها 15% وتصل لل20% في أحد لقاءاته التلفزيونية. نعم. هذه الأحزاب أصبح إلى يعني شوف، يعني المشكلة ليس فساد بالأحزاب وبالحكومة، أصبح هناك جزء كبير أيضا من الشعب فاسد. تعذرني من هذا الكلام، أنا قلت جزء وليس قلة الشعب حتى لا يعمم الموضوع. أي. هذا أيضا يساعدون الفاسدين على البقاء في هذه العملية الانتخابية، هم يساعدهم الموظفين المرتشين في مؤسسات الدولة، هذول أيضا مستفادين من الوضع الحالي. أنت تعرف هذول مستفادين، صحيح مو بالحجم اللي مستفادين منه كبار السياسيين واللجان الاقتصادية. هذا أيضا. والآن المشكلة هذه النسبة زادت شوية، وصلت جمهور الأحزاب مع الفاسدين، مع الجزء الفاسد واللصوص من الشعب الذي ساعدهم بهذه الانتخابات، ويمكن وصلوا إلى 30%. هون تكمن العملية. بس أنا أريد أسأل سؤال من خلال
قناتك المحترمة وبرنامجك. هل ناس يعني أنتم من تشوفون واحد أصبح على كل شاشات الإعلام والقضاء أيضا والسلطة القضائية والتنفيذية فاسد معروف يعني ما يحتاج، كيف أنتم طيب. تروحون يا شباب يا ناس مثقفين يا أساتذة الجامعة يا أطباء ترشحون بقوائم فاسدة؟ هونتك من العملية طيب. يعني احنا كان نسمع قضايا يعني أنا ما دا أتهم أحد ولا دا أسوى سمعة أحد أو أسقط أحد، ولكن أنت كيف تقبل على نفسك يا مرشح أن ترشح مع قائمة زعيمها فاسد؟ هونتك من هذا الموضوع طيب. يعني طيب. ولهذا أنا الأمل عندي أصبح ضعيف، وأنا يعني من خلال قناتك يعني أنصح وليس أقترح، أنصح السيد رئيس الوزراء والبرلمان بأن يؤجل هذه الانتخابات لأنها فعلا حجم الفساد فيها لا يطاق، واستغلال مؤسسات الدولة بشكل رهيب. هذه ذكر الأستاذ مشرق موضوع الرعاية الاجتماعية وموضوع الخدمات وموضوع تبليط الشوارع واستغلال، وهو المشكلة عندهم مدراء تخدم هذه الأحزاب مو بس على مستوى محافظ أو مستوى طيب وزير. أستاذ زهير، مدراء دوائر تخدم هذه الأحزاب، فإذا ما دعكوا مجال للناس الوطنيين أن يأخذون دورهم طيب. بالصورة الصحيحة. أنا أشكرك. نعم.